السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. المحتجون بالبحر الأحمر يمهلون الولاية 24 ساعة لحل الأزمة أو التصعيد الثوري، ومجلس نظارات البيجا يحمل الحكومة انقطاع التيار الكهربائي بالبحر الأحمر. هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تحذر الحكومة من تسليم المطلوبين للجنائية. الخارجية السودانية تقول إن السودان يدرس طلبا أمريكيا باستضافة لاجئين أفغان. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقد مجلس الوزراء اجتماعا طرح فيه وزير الطاقة جادين علي رؤية لحل أزمة الكهرباء تحتاج لحوالي 3 سنوات، فيما أمهل رئيس الوزراء وزارة الطاقة 6 أشهر لحل أزمة الكهرباء في البلاد. من جهة أخرى، احتشدت جموع غفيرة في مبنى حكومة ولاية البحر الأحمر احتجاجا على عدم دفع مستحقات البارجة التركية للكهرباء، ورفع المحتجون مذكرة لحكومة الولاية لا يتمهلها 24 ساعة لحل الأزمة متوعدة بالتصعيد الثوري. خاطب ممثل والي البحر الأحمر مجدي إبراهيم مسيرة سلمية نظمتها فعاليات المجتمع المدني بولاية البحر الأحمر اليوم، احتجاجا على تقصير الحكومة الاتحادية في التعامل مع ملف الكهرباء وانقطاعه لأكثر من 12 ساعة في اليوم. وتم تقديم مذكرة عبر ممثل والي البحر الأحمر إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. يذكر أن الاحتجاجات الشعبية تواصلت على مدار الأيام الأربعة الماضية احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي بالولاية على خلفية توقف البارجة التركية عن تغذية الولاية نتيجة لعدم قدرة الحكومة الانتقالية سداد المديونية للبارجة والتي تبلغ 29 مليون دولار، فيما وعد والي الولاية عبد الله شنقراي المواطنين بعودة التيار الكهربائي خلال 48 ساعة. الأولى هو قضية الكهرباء توقف البارجة. يمكن بدأت جهود من يوم الخميس بالاتصال بالأخ وزير الطاقة، ثم تم اتصال بالأخ سعادة وزير المالية يوم الجمعة، ويمكن هو وجه في يوم الجمعة مدير المواني لتوفير مبلغ 5 مليون دولار لتدفع للشركة. يمكن بعد ذلك تم الاتصالات على أساس أنه هذه العملية حتم، واتصلنا بإدارة الشركة، وإدارة الشركة وجهت أنه الأمر دي حنرفعه لمجلس إدارتهم عشان نقدر نفيدكم بما يصدر من قرار. ويمكن ما أفادونا إلا أنه بدأت الإجراءات بتاعة تحويل هذا المبلغ ليهم، لأنه أيام عطلة ما تمت، وغالبا باكر تتم الإجراءات للتحويل 5 مليون ليرة. يمكن هذا الأمر هو مربوط بمديونية يمكن تقارب 29 مليون دولار ومحتاج لبرمجة، إلا أنه يمكن صدر يعني معلومات خاطئة أنه هو وزير سعادة وزير مالية أوقف سداد مبالغ شهرية. هذا الأمر هو أمر ليس بصحيح، لأنه ما كان في أي نوع من الالتزام بسداد مبالغ شهرية في هذا الفترة، يمكن دي كانت الفترة السابقة وتم تنفيذها، إلا أنه في الفترة الجديدة دي ما كان في التزام من وزارة المالية بهذا الأمر. أنا أعتقد أنه هنالك يعني لبس في المعلومة. يمكن نحن طوالي قلنا عندنا قضايا كثيرة أخرى، قلنا نمشي للخرطوم إن شاء الله، ونستغنى مع وزير الطاقة ووزير المالية والأخ وزير النقل، حتى انه نبعث في اجتماع مشترك لبرمجه كل هذا الامر. ايضا الامر مرتبط بتوفر الفيرنس، لانه الفيرنس اللي عندنا يمكن يقدر يكفي لو بدا التشغيل حوالي 3 ايام، في باخره بتاعت فيرنس يعني في غاطس برا، وعايزين برضو انه نامن انه هذه الباخره يعني تخش باعجل ما يكون، حتى لا يكون عندنا عجز في الفيرنس وتتوقف الباخرة في تشغيل الآليات بتاعة توليد الكهرباء لاحقا.
نحن يمكن السفرة بتاعتنا دي فيها قضايا أخرى، لكن أولويات القضية بتاعتنا هي قضية الكهرباء، لأنه فصل الصيف عارفين تداعياته. ويمكن الوزير ذاته عايزين نشرح له، هو قال أنا ذاتي كنت في بورسودان في شهر أغسطس في فترة سابقة، ولي إلمام كافي للأوضاع هناك، وهو يرتب لي أنه الأمر كله يعني إن شاء الله يصل لعملية التوافق واتفاق كامل مع الشركة المنتجة للكهرباء. وبإذن الله يعني نحن متفائلين أنه الأمر يتم حله في هذه يعني ما في خلال 48 ساعة، نتوقع أنه الأمور يعني تعود إلى ما كانت عليه سابقا، ونأمن توفير الكهرباء للفترة القادمة إن شاء الله. نحن يعني نقول أنه المواطنين صح في صعوبات واجهتهم، ونغير بذلك وبإذن الله إن شاء الله نوفق في توفير الكهرباء للفترة القادمة مع القضايا الأخرى الخاصة بوصول حصة سلعتي وقضايا أخرى خاصة بالدقيق. يمكن برضه الأخوة بذلوا جهود كبيرة في الدقيق، والدقيق بعد يمكن حيكون بصورة بتاعت الاستخلاص السابقة حوالي 80 ل 78%، وبالتالي سينتج دقيق إن شاء الله كما كان سابقا قبل التغيير. نحن نشكر كل الأخوة الإعلاميين الذين يعني تواصلوا في شرح هذه الإشكاليات، وجزيكم خيرا وبارك. حمل مجلس نظارة البجا حكومة الفترة الانتقالية استمرار قطوعات الكهرباء بولاية البحر الأحمر، ونوه بأنها تجاوزت 13 ساعة ليلا ونهارا. وقال مقرر مجلس نظارة البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوباشار بحسب صحيفة اليوم التالي أن استمرار قطوعات الكهرباء والمياه في الولاية تسبب في كثير من الأمراض، مع ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 45 درجة. وأرجع أوباشار السبب في تلك القطوعات لعدم دفع الأقصاد للبارجة التركية. دخل اعتصام محلية عديلة ووحدة المزروب يومه 14 على التوالي، وهو الاعتصام الثاني بعد اعتصام طويل في مارس الماضي الذي تم رفعه بعد وعود من الحكومة المركزية وحكومة ولاية شرق دارفور. وقال المعتصمون أن الاعتصام لن ينتهي هذه المرة إلا بعد تنفيذ المصفوفة العاجلة والاتفاق الملزم على مصفوفة المطالب النهائية، مؤكدين عدم إيفاء الحكومة بتعهد هدتها في المرة السابقة فيما يتعلق بمطالبهم. أكد وزير المالية جبريل إبراهيم أن الوزارة لم توقف التحويل الخاص بالمواني بدفع استحقاقات البارجة التركية التي تزود مدينة بورسودان بالكهرباء. وقال جبريل بحسب صحيفة السوداني إن وزارة المالية تتحمل كل تكاليف الكهرباء في السودان دون أن توفر الحكومة جنيها واحدا من أعدات الكهرباء كإيراد. وأوضح جبريل أن إيرادات الدولة غير كافية لمقابلة كل التزاماتها في مواعيدها، وأن الديون البارجة متراكمة منذ قبل استلامه مهام الوزارة، وأنهم في وزارة المالية اجتهدوا في التسديد لكن لم يوفقوا بحسب تصريحه. وصف مقرر اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير عادل المفتي مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأنها تفتقر لأسس الاختيار. وقال المفتي إن أي تجاوز للوثيقة الدستورية أو للحرية والتغيير يعتبر انقلابا مدنيا، وأكد رفض أي حاضنة جديدة، وأنه كان على حمدوك توحيد قوى التغيير أولا وتقوية الحاضنة، ولذلك فإن المبادرة بها استعجال وتفتقر لكثير من الأسس ولا تخدم الغرض لاحتوائها على مكونات متشاكسة. صوب نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وحمل الأمين في تصريح بحسب صحيفة الانتباه جزء كبير من فشل المرحلة الانتقالية لرئيس الوزراء، ورأى في الوقت ذاته عدم قيامه بواجباته الموكلة إليه، فيما قدم الأمين اعتذاره للشعب وللشباب لفشلهم في رفع المعاناة عنهم، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمناصب أحد حدث فجوة بينهم وبين الشارع.
هددت حركة الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال الموقع على اتفاق جوبا للسلام العودة لمربع الحرب مجددا إذا لم يتم منح الحركة استحقاقاتها المنصوص عليها في اتفاق السلام. وانتقد قائد الحركة عمر السيد عدم اعتراف الحكومة بالحركة على الرغم من توقيعها على اتفاق جوبا للسلام، مضيفا أنهم تفاجعوا عقب وصولهم للخرطوم بوجود خلل في الاتفاقية ولم يجدوا ما تم الاتفاق عليه من خلال بند الترتيبات الأمنية، وأردف أصبحنا نعاني من إلقاء القبض على منسوبينا بسبب ارتدائهم زي الحركة الذي يشبه زي القوات النظامية، ويتم الزج بهم في السجون والتحقيق معهم وتقييد بلاغات ضدهم. أعلن التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية رفضه للآلية التي شكلها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لتنفيذ مبادرة الطريق إلى الأمام. وهاجم رئيس المكتب القيادي للتحالف علي خليفة عسكوري المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان، وقال أنه شكل الآلية من مقربين إليه، وأشار إلى أن عرمان يريد استخدام الآلية المعلنة تكتيكا كما كان يفعل في الماضي، ووصف الأمر بالخطير ويجب إيقافه، مؤكدا تصديهم لأي فعل يهدد استقرار الفترة الانتقالية. نشبت خلافات حادة داخل قوى الحرية والتغيير بالمركز والقضارف بسبب تبعية مقرر لجنة التمكين بالقضارف وجد كاروري للأمن الشعبي. وقال قيادي بالحرية والتغيير بالقضارف أن الكاروري أطاح بعدد من الموظفين والضباط الإداريين بزعم انتمائهم للنظام السابق، فيما تم تعيينهم بمثل المستند الذي تم تعيين الكاروري به، مشيرا إلى أن تعيينه يعتبر خاطئ في وظيفة متحصل لأنه غير متخصص في الاقتصاد والمحاسبة المالية. حذرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير الحكومة الانتقالية من عواقب وخيمة حال إقدامها على تسليم قادة النظام السابق المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت الهيئة بأن تسليم المطلوبين يدخل البلاد في مشاكل لا حصر لها وعواقب وخيمة على الحكومة لا تستطيع الخروج منها. وأوضح عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين أن حديث وزير العدل نصر الدين عبد الباري عن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية مجرد رأي لا يسانده واقع وحديث مزاجي، مشيرا إلى أن القرار النهائي بيد مجلس السيادة الانتقالي. طالب مركز العدالة الدولية بهولندا وزارة الداخلية والنائب العام برفع الحصانة عن نظاميين متهمين بتعذيب رجل الأعمال جابر إبراهيم بخيت. ونقلت صحيفة الصيحة عن مصدر رفيع بالمركز من باريس قولهم أنهم بصدد تقديم العون والمساعدة لجابر لأنه تعرض لانتهاكات جسيمة وتعذيب، وأكد ضرورة تقديم المتهمين للعدالة. وكان جابر دون بلاغا بالقسم الشمالي الخرطوم بأنه تعرض للتعذيب والضربة، وتفيد المتابعات أن النيابة باشرت إجراءات رفع الحصانة لكنها لم تكتمل هذا، ويتابع محامي الشاكي الإجراءات. أصدرت النيابة العامة بيانا حول دفع 5 أطباء شرعيين باستقالاتهم من اللجنة الخاصة بتكدس الجثث في المشارح. وقالت النيابة إن الأطباء سببوا قرار استقالاتهم بادعاءات لا أساس لها من الصحة، لافتة إلى أنه من أبسط أبجديات العمل الإداري هو تقديم الاستقالة للجهة المختصة، وأن تقديمها لغير الجهة المختصة يعد تجاوزا إداريا وسقطة لا تجوز في حق الأطباء وخطوة لا قيمة لها البتة، وأن الزج باسم النيابة العامة جاء لأغراض مكشوفة. كشف رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر فرح عباس عن أن أسر الشهداء تتعرض لضغوط كبيرة وتهديد من الجهات التي خططت ونفذت عمليات القتل، داعيا الشعب السوداني إلى أن يكون يقظا وأن يلبي النداء لحماية الأسر. وأوضح فرح بحسب صحيفة الجريدة بأنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لمحاكمة قتلة مجزرة القيادة العامة، مشيرا إلى التباطؤ في حسم الملف
الملفات وتقديمها للمحاكم رغم مرور عامين على المجزرة، مؤكدا غياب بعض الأجهزة العدلية على رأسها المحكمة الدستورية، مما يجعل تنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة غير قابل للتنفيذ. أصدر والي الخرطوم أيمن نمر مرسوما حظر بموجبه استخدام السلاح الناري في المناسبات الاجتماعية داخل الولاية، سواء كان السلاح مرخصا أو غير مرخص. ووفقا للمرسوم، فإن من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز السنتين، أو بغرامة 100,000 جنيه أو العقوبتين معا ومصادرة السلاح الناري. كشف مصدر دبلوماسي رفيع عن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بطلب إلى السودان لاستضافة الخرطوم لاجئين أفغان. وقال المصدر الدبلوماسي بحسب صحيفة الصيحة إن السودان وضع الطلب الأمريكي قيد الدراسة، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى ترتيبات. هذا وقد وافقت عدد من الدول على إجلاء اللاجئين الأفغان أو استضافتهم في بلدانهم، أبرزهم قطر والإمارات والبحرين والكويت وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأوغندا ورواندا. وصل مساء أمس إلى البلاد السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على رأس وفد ضم مرافقين له. وتهدف الزيارة الوقوف على الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع حول الحلول المستدامة للاجئين والنازحين العائدين والمجتمعات المضيفة في السودان وجنوب السودان، وذلك على هامش أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الإيغاد المزمع انعقاده في نوفمبر المقبلة. حذرت حكومة ولاية سنار من فجوة متوقعة في محصول الذرة الرفيعة بسبب انخفاض معدلات الأمطار. وأعربت مديرة وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية أسماء عثمان عن تخوفها من انخفاض معدلات الأمطار، الأمر الذي قالت إنه جعل الأراضي التي زرعت لا تتجاوز 49% من المساحة المستهدفة للعام الحالي، وذلك بحسب وكالة سونا للأنباء. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوي هطول أمطار تتراوح بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة في 7 ولايات في وسط وشرق البلاد، وتشمل تلك الولايات الخرطوم وكسلة والقضارف وسنار والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق. وأشارت الهيئة إلى أنه تم رصد سحب ركامية وركامية رعدية ممطرة فوق الهضبة الإثيوبية وولاية كسلة والقضارف. أثارت الأمطار والسيول التي ضربت منطقة الطنيدبة بولاية القضارف مخاوف من انتشار الأوبئة نتيجة تردي الوضع الصحي. وقالت وكالة السودان للأنباء إن قرية الطنيدبة تعرضت لأضرار بالغة نتيجة للأمطار الغزيرة التي أدت لاندفاع سيول وفيضان. ويستضيف معسكر الطنيدبة نحو 30,000 لاجئ، من جملة أكثر من 65,000 لاجئ إثيوبي فروا من الحرب المشتعلة في إقليم تيغراي الحدودي مع السودان. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. المحتجون بالبحر الأحمر يمهلون الولاية 24 ساعة لحل الأزمة أو التصعيد الثوري. ومجلس نظارات البيجا يحمل الحكومة انقطاع التيار الكهربائي بالبحر الأحمر. هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تحذر الحكومة من تسليم المطلوبين للجنائية. الخارجية السودانية تقول إن السودان يدرس طلبا أمريكيا باستضافة لاجئين أفغان. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.